انا ماشي في علمي، ولكن اللي في علمي انه كان واحد الاجتماع بين جمال السلامي ومن بعد هيئه الجمهور، وجمال السلامي عطاهم تفسيرات ديال التركيبه البشريه، ديال التطوير ديال اللاعبين. وتنظن ان الاجتماع داز في واحد الاجواء مسؤوله واحترافيه، وكان واحد النقاش ديريكت بناء بين جمال السلامي والمحبين والمشجعين ديال الفريق. غلط وغلط كبير متولي عنده انا انطونسمون دي كوت ياك صاب في التدريب، متولي عنده علاج مكثف، راح تيدرب دابا مع الفريق، والعلاقه بين متولي وجمال السلامي هي علاقه طيبه، واكيد ذلك وانفي جميع اشاعات. شنو المشكل ما بين غوما والسلام؟ سول سلامي. يعني غادي يمكن الا كان مشكل الا كان مشكل سول سلامي. متولي راه تيدرب، الورف اللي راه حتى هو راه عنده العلاج، جبير عنده العلاج، من جميع راه مؤهل، وحنا الحمد لله تنوجدوا دابا السفر ديال الاسبوع المقبل لزامبيا. الزنيتي هو لاعب مرحب به فريق الرجاء الرياضي، الزنيتي باغي يبقى فريق الرجاء الرياضي، ورجاء الرياضي باغي يبقى الزنيتي في الرجاء، وان شاء الله في مواد افريل مواد مي غادي ان شاء الله يكون خير. كاين عروض ديال الزنيتي هي صفر عرض، العرض الوحيد اللي عنده والرغبه الوحيده اللي عنده، وانا اؤكد ذلك وسولوا زنيتي، وهو انه باغي يبقى فريق الرجاء الرياضي. طبيعة الحال خصو يتوصل المستحقات ديالو، جميع اللاعبين خصهم يتوصلوا بالمستحقات ديالهم، هما لاعبين محترفين خصهم يتخلصوا، والمكتب المديري راك شفتو دايرين مجهودات جباره، جميع اللاعبين تياخذوا الرواتب ديالهم الشهريه، جميع اللاعبين تياخذوا تقريبا لي بريم دو ماتش، اللي باقي تيتسالوا اللعابه هو البريم ديال طنجه والبريم ديال كاس عرش. فالمكتب راه غادي بظل الازمه اللي تعرفها الجميع، هذه ماشي اكسكيوز، الجميع عنده ازمه. الحمد لله حنا تنباطرو، وبطبيعه الحال اللعابه خصهم ياخذوا لي ترونش دو بريم ديالهم.